صبح الجيل وكل جيل، ورجعنا تاني مع بعض. واحنا النهارده معانا كارين الجيل وكل جيل. واحنا النهارده في اول فيديو من WWE 2K20. امبارح كنا عاملين لها ستريم على الفيسبوك، وعملنا ستريم ولعبنا فيه كذا ماتش. ده كان تقريبا احسن ماتش فيهم. حبينا نوري الناس اللي لسه ما شافتش اللعبه الفيديو ده. الماتش هيلنا سيل ما بين اندرتيكر وبري وايت، رينج جديده جدا، شكلها مرعب جدا وشكلها حلو جدا. وكمان احنا كنا عملنا حاجه في الاوبشنز، وهي حاجه جديده في السنه دي في دبليو دبليو اي، وهي حاجه اسمها بيج هيد. هتفهموا في الفيديو. فيلا نشوف الفيديو مع بعض. بس قبل ما نشوف الفيديو، انا حابب اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي ان انا وكارن ان شاء الله هنحضر انسومنيا السنه دي. هنكون هناك في الايفنت الثلاث ايام ان شاء الله. هنبقى موجودين ثلاث ايام طول الايفنت، يعني من اوله لاخره. الناس كلها تقدر تيجي وتقابلنا، ونتقابل هناك ونتصور ونتكلم ونلعب مع بعض. انا هحاول اخش التورنمنتس اللي هناك، هحاول اخش تورنمنت فورتنايت، وهحاول اخش تورنمنت بتاعت فيفا. هيبقى يوم او ثلاث ايام ممتعين جدا. وكمان في جيف اواي على ثلاثه تيكتس، تيكت لكل يوم. يعني تقدر، يعني اللي هيكسب الجيف اواي هيكسب ثلاثه، بس الثلاثه هيروحوا كل واحد في يوم مختلف. فاللينك بتاع الجيف اواي هيكون في الديسكريبشن تحت. يا ريت الناس كلها تخش الجيف اواي ده، والناس تروح انسومنيا. الايفنت هيكون ممتع جدا وكويس جدا. السنه اللي فاتت كان ممتع جدا، السنه دي اكبر وفي شغل اكتر. فمستنيكم في انسومنيا، ويلا نشوف مع بعض اول فيديو ل WWE 2K20. وكمان عايز اقول حاجه اخيره، احنا هنعمل ستريمات على الفيسبوك لماي كارير. الناس اللي كانت حابه ماي كارير السنه اللي فاتت، ماي كارير السنه دي احلى كتير، انه هيبقى بتلعب بشخصيتين، شخصيه راجل وشخصيه بنت، والاثنين بيحبوا بعض. وسبحان الله عملوا كده في السنه اللي كارين جت تعيش معايا فيها. فماي كارير السنه دي هتبقى حلوه جدا. استنوا الستريمات بتاعتها، واستنوا الفيديوز بتاعتها، هتنزل سلسله. تنسوش انسومنيا، روحوا انسومنيا اشتروا التيكتس او خشوا في الجيف اواي ده عشان ممكن تكسبوا التيكت. ويلا بينا نشوف الفيديو. في حد قال تيكر فيرسس جولدبرج وعجبتني بصراحه. طب احنا ممكن نعمل هيل ان سيل بقى. طيب احنا هنخطف واحد تيكر ضد جولدبرج. عايز تلعب التيكر ولا جولدبرج؟ في حاجه سخيفه انا مش فاهم هم عملوها ليه. هما ان هما شالوا ان في راندوم. كان زمان بيبقى فيه، السنه اللي فاتت كان في راندوم، بتدوس مربع كده يروح هو جايب لك لعيب راندوم. شالوا الحكايه دي، معرفش ليه. يعني كانت مضايقاهم في ايه؟ هاي سكول جيم. يا لهوي. اوه ماي جاد. كان حريف. لا جو باك تو ذا ماتش اوبشن. انت شفتي بيج هيد ها؟ لا. ستاند ريفري 2 ايه ده؟ سيلكت ريفري. ايه ده؟ You can select when you're referee, Japanese referee. ايه 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 انا هلعب ببروك ليزنر، وكان هتلعب بحد تاني. بس دي عايزه اندرتيكر. دي انا هلعب اندرتيكر ضد كين في الماب دي ولا ايه؟ او بري وايت. طب انا بري وايت وانت تبقى اندرتيكر. دي مش عايزه بري وايت، دي عايزه زافين. هو لسه ما نزلش. لا طيب اندرتيكر و2 ويبنز. هلو weapons what الو ايوه استنى كان دوستك يا نهار اسود البينك سورد ده chair you come in with a chair راحوي oh look at that chair اوف حلوه قوي ام الو لا اله الا الله يا نهار اسود اوه بيبي ايه الرينج دي At least we know what a big head is now. Oh my god. Oh no. Don't you want to اندرتيكر استنى
عايش عايش. That doesn't make it better. هما يعني كانوا بيفكروا في ايه لما عملوا كده. كده هو عجل الشات. مفيش حاجة تحت الرينج. Everyone in the WWE locker room and the WWE universe knows that. ثانية بنتي. Hello. And that's what makes him such a harrowing figure. Back inside the ring. I'm shaved, man. TO plants him. Nicely done. This is so funny. Wow, can't believe the Undertaker got out of that one. والحكم نوعه مش كبيرة دي طيب. Why? We wouldn't be able to. You're standing in my head, لو سمحت يعني. This Bray Wyatt really creeps me out. هيكوني ولا ايه؟ Two outstanding athletes that proved their dominance. Who will it be? زي الفل زي الفل. Yet the Undertaker continues to defy logic. Yeah, and he continues to silence any doubters. So many have asked. This is hilarious. We should play the rest of the matches with the kid. You would be making a grave not looking good right now. Ow. His head went through the floor. What are you getting ready to do here? Oh. What? What? Nice. Oh, stomping away. What? Oh my goodness, crushing it. There you are. Bray Wyatt clearly out of his element here. He needs a change of plan if he's going to survive in there. You're training the life out of his opponent. The Undertaker looking to bear. I'm going to grab a bag of lunch, okay? Grabby, hello. Down up. يا جزمة قديمة. Undertaker showing such creativity. What? يا جزمة قديمة معلش ترينجل اوكي ايه انسل براحتك عايز ازعمل ايه ايه كل فوق ده ايه ايه ده ايه ده ايه ده ولا ايه اللي حصل والله ما اعرف انا بعمل ايه؟ مش عارف بيطلع حاجة من ودني كده سيب ودني في حالها لو سمحت يعني wasn't expecting that. انت كنت عايز تعمل ايه بقى؟ خد خد ده هل؟ هل؟ nothing to do with any of that. انت يا طنط تعالى يا عارف انت خد ايه ده؟ اوه وكحوا اللي كده كده شكلها عرفت انا كنت عايز اعمل ايه وهي اللي هتعمله؟ لا بس يعني
البوس ده WWE الجديد. هارش امباكت. ايه وبيكلم مين تحت؟ Discovered breaking the cell wall. الو ده انا عايز اعمله. انت مت ولا مت ولا ايه اللي بيحصل؟ How do I drag you? Hello? Why is he walking by himself? Hello? Haymaker connects. Ya gazma? What? Creativity. Carefully measure. Oh! Oh! Look at his hands going to the head. you go through my head. Just a scary angle shot. يا عمو يا جاز متلت سيجنتشر تعمل لها ريفرس. طبعا نايس. قول لي I wanted to see how this looks. Gazma. Yes. Too close for comfort. I don't know where he's finding. No, it's a bot. Hello. Ray Wyatt. مين عمل ايه؟ مين ضرب؟ I think I hit you. What? How to hold you? Well, I am just trying to drag you. Irish with me, kid. That's what I'm trying to do. Oh, nothing happened when you're there, huh? Actually, my finish. Hello. I'll hit. Ente, amo. Bang, right now. Stand. How do I get over there? Hello. Yeah. مش والله ما انا جاي. بعدت عليكي. Stepping on my hair. What a headbutt. ممكن ما تبقيش جزمة؟ انا اللي اخيرا يو كده السيجنتشر جت. استنوني انت يا عمو. الو نعملها ولا ايه؟ لا يا عمو والنبي يا عمو. اوه ماي نوز. انت عارفه البيك في البيك هيد دي بتتربل اتش على الاحوار ده هيضرب بمناخيره اقسم بالله. انا دونت سي ذات اف يو ليسن. اوه ماي نوز تن. عايزك توصلي للزفت. اتس نوت رانينج في فورسا. اكسيت. الو اكسيت. Go away. Gonna be my epic head. I can't get up. I don't like his chances up there, guys. Oh, neither do I. Facebook vertical. Kick right to the midsection. Now Bray Wyatt is controlling the tempo of this match. Wyatt taking some scares where this match is so dangerous. Ow! As I'm talking, who am I? نعمل ايه فوق؟ صلي ركعتين للعبة ما تيجي. في ايه؟ بعيد عني. ثلاثة. هاي. اوعى التخفيلة. اوعى التخفيلة. يا ستر يا رب. Look at that big head just swinging. Hello.
الو انا دوست ولا يدوست خلاص يا كان شطبت لا انا مش هنا هاريس انا هاريس في النا انت جو What's coming next? Back suplex. Ooh. Very nice. Stanna. I understand shooting is part of the Bray better not lose sight of it. Is that my ear you grabbed? I'm sick him in with you. It's like they're both somehow one step ahead of each other. Unabi amu. Unabi amu. Unabi la amu. What the? Wow, can't believe the Undertaker got out of that one. اخطف أوف. اخطف اخطف الحكم راي وايت يا ربي او ماي جاد يا ساتر يا رب يا ماي جاد انا اشوف انجل تاني انا هاري سويت لا هوي حتى حسيب الدراع to look to end this match right now. This is Bray Wyatt's match. Bray Wyatt got it done. The devil was afoot in this Hell in a Cell match. Let's take another look, guys. Man, this was great. ايه العك اللي بيحصل ده يا عم الحاج بس هما كانوا بيفكروا في ايه فعلا هما بيعملوا ايه Look at the teeth And guys, that's exactly the type of action viewers come to expect here at Hell in a Cell. يلا تعال. ايه الانبوبه اللي يا ساتر يا رب. انا مش مصدق انا لغايه دلوقتي مش مصدق اللي حصل. طيب ده كان فيديو النهارده زي ما انتم شفتوا دبليو دبليو اي غريبه جدا السنه دي من حيث الرنجات ومن حيث الحاجات اللي هم مزودينها. يا رب كل ماتش عجبكم والفيديو عجبكم واستنوا زي ما قلت لكم الاستريمات بتاعت ماي كارير على الفيسبوك والسلسله اللي هتنزل على يوتيوب وما تنسوش تشتركوا في الجيف اواي بتاع انسومنيا 3 تيكتس في 3 ايام مختلفين ولو مش ضامنين الجيف اواي اشتروا التيكتس بتاعت انسومنيا وروحوا انسومنيا هيبقى ايفنت حلو جدا هقابلكم هناك ان شاء الله. ده كان فيديو النهارده لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم الفيديو اللي جاي وايه زي ما هي قالت في حد عندي دلوقتي تعالي لي اكرمنا عشان في حد تاني جاي لي